السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد في مادة الفيزياء قانون نيوتن الثاني، تصميم وإعداد أحمد إبراهيم. تصميم نص قانون نيوتن الثاني: القوة المحصلة المؤثرة على جسم ما تساوي المعدل الزمني للتغير في كمية تحرك هذا الجسم، أو إذا أثرت قوة محصلة على جسم فإنها تكسبه عجلة تتناسب طرديا مع القوة المؤثرة على الجسم وعكسيا مع كتلته. القوة اللي بتأثر على الجسم ده هي التي تكسبه عجلة تتناسب طرديا مع القوة المؤثرة على الجسم وعكسيا مع كتلته. تفسير قانون نيوتن الثاني: عندما تؤثر قوة على جسم خلال فترة زمنية معينة فإن سرعته تتغير، وتبعا لذلك فإنه يكتسب عجلة. بقول لك عندما تؤثر قوة على جسم خلال فترة زمنية معينة فإن سرعته تتغير، سرعته بتتغير لأن في قوة بتأثر عليه، وتبعا لذلك فإنه يكتسب عجلة. فإذا أثرت قوتان مختلفتان على كتلتين متساويتين فإن الكتلة التي تتأثر بقوة أكبر تتحرك بعجلة أكبر، أي أن العجلة تتناسب أي أن العجلة تتناسب طرديا مع القوة عند ثبوت الكتلة سيجما اف اي طرديا مع اف، تتناسب طرديا مع اف. أثرت قوتان متساويتان على كتلتين مختلفتين فإن الكتلة الأكبر تتحرك بعجلة أكبر. بقول لك الكتلة الأكبر هي اللي بتتحرك بعجلة أقل، الكتلة الأكبر بتتحرك بعجلة أقل. بقول لك لو أثرت قوتين متساويتين على كتلتين مختلفتين الكتلة الأكبر تتحرك بعجلة أقل، أي أن العجلة تتناسب عكسيا مع الكتلة عند ثبوت القوة، بتتناسب عكسيا مع واحد على إم. استنتاج الصيغة الرياضية لقانون نيوتن الثاني: استنتاج الصيغة الرياضية لقانون نيوتن الثاني: اف بتساوي دلتا بي على دلتا تي بتساوي دلتا ام في على دلتا تي بتساوي ام في اف ناقص ام في اي على دلتا تي بتساوي ام في اف ناقص في اي على دلتا تي بتساوي في الاخر ام دلتا في على دلتا تي، ام ضرب دلتا في على دلتا تي. اذا اف بتساوي ام في ايه، او ايه بتساوي اف على ام، ايه اللي هي العجلة والام الكتلة والاف القوة. القوة اف كمية متجهة لانها حاصل ضرب كمية قياسية الكتلة في كمية متجهة اللي هي العجلة. يمكن قياس القوة باستخدام الميزان الزنبرجي. بقول لك يمكن قياس القوة ميزان الزنبرك اللي هي السوسته الطويله وفي قلبها بتاع معدن، حته حد معدن من تحت وبيدلدل كده، دي هو ده بقى الميزان الزنبرك. وحده قياس القوه هي كيلو جرام متر على الثانيه اس 2، وتكافئ النيوتن اللي هو ان، ومعادله ابعاد القوه هي ام ال تي اس سالب 2، ام ال تي اس سالب 2. النيوتن هو مقدار القوة التي إذا أثرت النيوتن، إيه هو النيوتن ده؟ مقدار القوة التي إذا أثرت على جسم كتلته 1 كيلو جرام أكسبته عجلة مقدارها 1 متر على الثانية تربيع في نفس الاتجاه. أنا بقول لك لو في قوة أثرت على جسم كتلته 1 كيلو أكسبته عجلة واحد متر على الثانية تربيع. ما معنى قولنا أن مقدار القوة المؤثرة على جسم تساوي 20 N؟ تقول له يعني ذلك أن حاصل ضرب كتلة الجسم في عجلة تحركه تساوي 20 كيلو جرام متر على الثانية تربيع. العوامل التي تتوقف عليها العجلة: 1 كتلة الجسم تتناسب العجلة عكسيا مع كتلة الجسم عند ثبوت القوة المؤثرة، بنقول سلوب ام اي تساوي اف. القوة 2 القوة المؤثرة على جسم تتناسب العجلة طرديا مع القوة المؤثرة عند ثبوت كتلة الجسم سلوب
بتساوي A على F بتساوي 1 على M. تطبيقات حياتية على قانون نيوتن الثاني. تبعا لقانون نيوتن الثاني F بتساوي M دلتا V على دلتا T، فإن القوة المؤثرة على الجسم F تزداد بزيادة كتلة الجسم. بقول لك ايه؟ القوة المؤثرة على الجسم تزداد بزيادة كتلة الجسم والتغير في سرعته تقل بزيادة زمن التأثير، زمن التغير في كمية التحرك دلتا تي. ومن ذلك يمكن تفسير بعض الظواهر الحياتية مثل اصطدام سيارة بحائط يكون أكثر اصطدام سيارة بحائط يكون أكثر تدميرا من اصطدامها بقومة من القش. دي قش اهو، قوم قش، العربية عدت القش ودست عليه وعدت، لكن الجدار طبعا صلب فخشت في الجدار فدمرت العربية. سقوط شخص من مكان مرتفع في الماء يكون أقل إصابة من سقوطه على الأرض، وتزداد حدة الإصابة بزيادة الارتفاع الذي يسقط منه الشخص، لأن الأرض دي صلبة مقاومتها كبيرة جدا، مقاومة الأرض كبيرة جدا. مثال ثالث، سقوط بيضة على وسادة، يعني لو بيضة وقعت على مخدة اللي هي الوسادة لا يجعلها تنكسر بينما تنكسر عند سقوطها على الأرض، لأن مقاومة المخدة تكون ضعيفة عن مقاومة الأرض. مقاومة الأرض قوية جدا. اصطدام شاحنة كبيرة بحائط يكون أكثر تدميرا من اصطدام شاحنة صغيرة. لما يكون في عربية نقل كبيرة عملت حادثة بيكون أقل من العربية ملاكي تكون عاملة حادثة. خمسة، استخدام الوسادة الهوائية في السيارات لحماية السائق عند حدوث تصادم. بقول لك استخدام الوسادة الهوائية ليه الوسادة الهوائية دي في السيارة؟ تقول له لحماية السائق عند حدوث تصادم. وفي ضوء ما سبق، فعند زيادة الفترة الزمنية للتغير في كمية التحرك يقل تأثير قوة التصادم، والعكس صحيح. بقول لك لما تزيد الفترة الزمنية للتغير في كمية التحرك يقل تأثير قوة التصادم، والعكس صحيح. إرشادات. F بتساوي M على A، F بتساوي M في A، و M بتساوي F على A، و A بتساوي F على M. جسمين مختلف. بقول لك واحد، يستخدم الشكل المقابل اللي احنا قلناه اللي هو بتاع F بيساوي M في A للمقارنة بين قوتين مختلفتين تؤثران على جسمين مختلفين فيتحرك كان بعجلتين مختلفتين. اف واحد على اف اتنين بتساوي ام واحد اي واحد على ام اتنين اي اتنين. امثلة، اذا نقصت كتلة الجسم الى النصف وزادت العجلة الى الضعف فان القوة المحركة تظل كما هي، حيث اف واحد بتساوي ام في اي واف اتنين بتساوي نص ام في اتنين اي بتساوي ام اي، اذا اف اتنين بتساوي اف واحد. إذا نقصت كتلة الجسم إلى النصف وزادت القوة المحركة إلى الضعف فإن عجلة الحركة تزداد إلى أربعة أمثالها، حيث A واحد بتساوي F على M، و A اتنين بتساوي اتنين F على نص M بتساوي أربعة F على M. إذا A اتنين بتساوي أربعة A واحد. وكده انتهى قانون نيوتن الثاني.